السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني، اليوم معكم في حلقة جديدة عن كنكر العيون. سبق وتكلم عنه أخونا المربي القدير والبطل أخونا أبو عامر من السعودية، جزاه الله خير. طبعا العين هاي كانت مسكرة بالكامل وأنا ما انتبهت، فكما تلاحظون إخواني هذا كنكر حتى ما يبغي يطلع ملتصق. كما تلاحظون إخواني هذا ما يسمى بكنكر العيون، إذا ما تعالجت أول شيء نحاول نطلع القطعة المتجبنة هاي. كما تلاحظون تشوفون هذا كنكر. بعد ما ننظف العين إخواني نحط من هذا الدواء مضاد حيوي أوريوميسين، هذا سبق وتكلمت عنه، يعالج جميع أمراض العيون تقريبا. جربت على مرض الدمعة العين الحمراء، والآن أجربه على الكنكر العيون. طبعا القصد من هذا الدواء حاليا مش أنه يعالج الكنكر، فضروري أن احنا نعطي للفرخ دواء الكنكر، لكن هنا احنا مضاد حيوي كما تشاهدون، فعلى أساس أنه ما يكون التهاب حاد وأن نعالج الالتهاب الموجود حاليا. ونعطي علاج تريكومونوز الكنكر، يفضل من شركة شوفيتا الألمانية أو فلاجيل البشري المخصص للأطفال، نصف حبة في اليوم لمدة 5 أيام متواصلة. هنا نعطيك وقاية بس. إذا نعطي من المضاد الحيوي أوريوميسين، نعطي منه 3 أيام، نحط من هذا المضاد الحيوي أوريوميسين 3 أيام متواصلة، ونعطي حبوب الكنكر، دواء الكنكر، أي دواء متوفر. والله يبارك في حالكم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.